أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في الكويت وليبيا ديبورا جونز أن بلادها ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا بغزوها العراق عام 2003 في القرن 21. ونقل عن جونز قولها أمس الأحد: لا أعتقد أن أحدا في الشرق الأوسط ينكر أن غزو العراق كان خطأ استراتيجيا، وسيستمر النظر إليه على أنه خطأ استراتيجي في القرن 21. وتذرعت الولايات المتحدة لشن غزوها على العراق بامتلاكه أسلحة دمار شامل، وأوضحت قائلة: المفارقة فيما حدث في العراق تكمن في أنه كان لدينا جنرالات في وزارة الخارجية الأمريكية مثل كولين باول وريتشارد آرميتاج اللذين كانا قد ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع رئيس البنتاغون دونالد رامسفيلد يدعمون الغزو بقوة. وكانت الحجة الرسمية التي اتخذتها واشنطن ذريعة لغزو العراق من قبل الولايات المتحدة والائتلاف المناهض للعراق في عام 2003 معلومات خادعة دعت الاستخبارات الأمريكية الحصول عليها، وعن مزاعم بأن لديها أدلة على أن بغداد تطور أسلحة دمار شامل، ولكن الجيش الأمريكي وحلفائه لم يعثروا على أي أثر لهذه الأسلحة ولا على أي أدلة على محاولة تطويرها وتصنيعها.